انا اللي بغيت نعرف، عندي واحد جوج اسئله غنسولو ولا خاصنا الجواب عليهم. اول حاجه، هاد الدعاء العقاري اللي ساكنين فوق وهاد الساكنه هادي، من هو المستفيد وشكون اللي غيستافد من هاد الدعاء العقاري؟ اول نقطه خاصنا نعرفو. ثاني نقطه اللي بغيت نعرف، هاد السكن الاقتصادي هل هو سكن اجباري ام هو سكن اختياري؟ اجباري. بغينا الناس المسؤولين هما اللي يجاوبونا. نتمنوا يجاوبونا هاد جوج اسئله. بارك عليهم. لا جينا نهضروا هاد الملف. هاو 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 وكنمشيو. واش بعدا ولا بعدا؟ ما كاينش صافي. حنا راه كل لقينا اللي يهضر علينا ويفكات المشكل. ما تجيوش حنا، ما تجيوش حنا دروش. علاش غادي نجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سي رائع. حملة انتخابية، حملة انتخابية سالات، واللي نجح راه نجح، واللي ما نجحش راه ما نجحش. اليوم اليوم خاصنا نقولوا الحقيقه لهاد الناس، غنقولوا لهم ها اللي كاين. هذيك الاتفاقيه راه تصادقات عليها، صنع عليها محمد الجلالي في عهد ديال الولايه السابقه، وتا واحد ما يحبسني. الله يجازيك بخير، خليني نكمل التدخل ديالي. الله يجازيك بخير. ارجوكم ارجوكم، تا واحد ارجوك، تا واحد أنا درت واحد المجموعة ديال الشكايات على هاد الناس ديال ذوي، هاد الناس ديال ذوي الحقوق والناس ديال الأذونات. درت خمسة ديال الشكايات، وغنعطيك التواريخ، غنعطيكم التواريخ ديال الشكايات اللي حطيت للعمالة، واللي حطيت للبشوية، واللي حطيت للرئيس. النقط الدورة دورة درت نقطة طرمتها للرجلاني في 2 مارس 2021. طيب قال لي السيد الرئيس طلب إدراج النقطة بدور جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي سلام تاوجد مولى الإمام. وبعد يشرفني السيد الرئيس أن أتقدم منكم لإدراج النقطة التالية بدورة ماي 2021 تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج مدن بدون صفيح من تمكين سكان دواوير صفيحية الذي أدوا مبلغ 15 أدم للاستفادة من البقع الأرضية. ها الجواب ديال الرئيس التقديم من رئيس جماعة تمارا إلى السيد عضو مجلس جماعة تمارا طلب حول إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2021. رسالتكم المسجلة تحت عدد 679. استسمح وعلاقتنا بالموضوع المرجع إليه أعلاه، واعتبارا لكون موافقتكم للمجلس في الاتفاقية المشتركة المتعلقة ببرنامج مدن بن صفيح كانت بعد إحالة هذه الاتفاقية على المجلس والمشتركة، كما أن منصوص عليه القانون 613 المتعلقة. وشكرا.